بين الوديان وعارنا زعم سرا جرا بين العروش طول زمان. فرسان الخنق فرسان الخنق رجالة لوكيد ردوها ما بتنا كان طبالنا يرزم رزمان. وبارود مقارين يتكب ويتقعد في دين صناديد شجعان. بيهم رجعنا عفت وشرف قبيلتنا وصدينا العدوان. يا والله فرحة في تل الغزلان. حياة راسم ما عندهم ما يعملوا شيخ مبول الدواسه تصبح نصر الغوره مشي من طبيعه ومدام الطاهر رجع بنت حمد من غير ما سال دم واش مازال عندهم يقول الزبنايه سكرت عليهم الثنيه كي بعثت حالي تبات عند شيخ الطراب ومازالت الضربه الكبيره غدوه ان شاء الله كل شيء به يتم. كيفاش يا شيخ عمر؟ خلي عندك شويه صبر يا شيخ. غدوة كان قاعدنا حيين إلى غدا في داري والحديث مازال عن تبقي مالك الغدا في دار الشيخ عمر والعشاء في دارك الشيخ مبروك. كيفاش؟ مش بك تفجعت؟ ما تخافش باش ناكلوا في دار الشيخ عمر حتى ما عادش نجموا ناكلوا في دارك. الغدا باش تتلم فيه الناس الكل. ما تقوليش كيفاش يا شيخ مبروك. الغدا باش نفصلها ونرتاح. عاشب كل قلب عليك ويرجى فيك يا ابراهيم. قول يا ولد خالد بدنك عنده حق عليك. اي نرجى في الفرسان مش في طعامك. لعب اكثر شيء بالواحد يموت لو بيا ولا ام الماكله لابد منها. ولد خالد مصيبه الناس اللي عند ربي الاول بياسر من مصيبه الناس اللي عند العبد. والموت شيء والعار شيء اخر. هالعافيه وتخالتي خذاك بغادره ومغلبك في نزال. قول لي فين العار ابراهيم ومن هو يصدق كلام الشاب تدوش العين. العافيه